السمسميه نص كيلو من السمسم الني، لازم ني، 150 جرام من السكر يعني كوبايه، و150 جرام من العسل الجلوكوز يعني نص كوبايه. هتقولوا لي ازاي ده كوبايه وده نص مع انهم نفس الوزن؟ عشان كثافه كل حاجه بتفرق طبعا. نفس فكره ايه كيلو الحديد وكيلو القطن، مين هيكون اكتر؟ اكيد كيلو القطن، ولكن هما في الاخر 2 كيلو. ربع كوبايه ميه، وميه ورد ده لو احنا بنحب نحط ميه ورد. انا هاخد الميه وعسل الجلوكوز والسكر وهتجه على النار، هحط الميه، هحط السكر، هضيف عسل الجلوكوز، ولازم ننزله كله، سيبش حاجة. انا هجيب معلقة كده حادة شوية اعرف اطلع بيها اللي في الجوانب، لان هو بيلزق جدا في الكوباية. طيب ازاي ما خلوهوش يلزق في الكوباية؟ ممكن ادهنها زيت قبل ما احط العسل جواها، ولكن يعني انا ما بعملش الخطوة دي وبقعد كده ايه اسايسه لحد ما احس ان انا طلعت كل مقدار. عسل الجلوكوز بالنسبة لي هو ببساطة السبب في نجاح حلاوة المولد، وهو السبب في فشلها. لو مش موجود او لو تجنبناه او لو استبدلناه بحاجة تانية، مش هكذب عليكم عشان بس ما ترموش مكسرات على الفاضي، ما بتديش نفس النتيجة. بالنسبة لي على الاقل او بالوصفة بتاعتي على الاقل، لا، عسل الجلوكوز مهم جدا، هو اللي بيخليها تاخد نفس قوام الجاهزة، وهو اللي بيخلي تعملوا حلاوة مولد في البيت فعلا، مفيش فرق بينها وبين الجاهزة. الكلام ده كله على النار مع بعضه هيحصل فيه ايه؟ محتاجينه يغلي، وهنراقب بقى الموقف هنا ايه اللي بيحصل. شايفين المية بدأت تدوب السكر، عسل الجلوكوز بدأ يدوب مع الاتنين، كل اللي احنا عايزينه بيحصل وامورنا تمام جدا. وعنا معاه عندنا اختبار هنعمله وهنركز فيه كويس جدا، بس اما يجي وقته جنبينا كده واحنا بنشتغل كوبايه او اي حاجه وفيها ميه، عشان لما نعمل اختبار الكره اللينه اللي هيعرفنا السكر استوى ولا لا. الشربات بتاعنا لسه خفيف جدا، العلامه بتاعتي المعلقه. بصوا تعالوا تعالوا تعالوا، بصوا لما باجي انزله من على المعلقه ايه اللي بيحصل؟ بينزل، بس بيمسك شويه، صح؟ احنا كده قربنا، نحترس، احنا عايزينه ينزل ويمسك في الميه. طب هنعمل ده ازاي؟ تعالوا نعمل اختبار الكره اللينه مع بعض. عندي هنا كوبايه مليانه ميه، وعندي هنا العسل. اللي هعمله اني هاخد كده نقطة من العسل أنقطها جوه المية وأشوف فرشت ولا عملت كورة. هنشوف دلوقتي مع بعض هي فرشت ولا عملت كورة. لا دي فرشت خالص، استنوا المية دي كتير قوي، فرشت خالص، اللي بقى لسه أنا محتاجة وقت. لو عملت كورة يبقى أنا قربت، ولكن هي فرشت خالص في قاع المي الكب بتاعي، معرفتش حتى أوريها لكم. يبقى لسه شوية عبال ما ايه ما نوصل للكره اللينه، لمرحله الكره اللينه. تاني مع السكر، والسكر بقى يا جماعه ارجوكوا مش الحاجه اللي تتساب خالص، يعني انتوا كده واقفين قدامه ومركزين، عشان مش عايزه اقول لكم هي ثواني بتفرق، ثواني فعليا بتفرق ما بين ان العسل يبقى مظبوط لحلاوه المولد وانه يكون مش مظبوط. نيجي كده نبص تاني ايه اللي حصل. هو تقل اكتر شويه، ماشي، ممكن نعمل الاختبار تاني، ناخد كده نقطة وننزل في المية. بدأ يتماسك اكتر، لكن لسه ما وصلش لمرحلة الكرة اللينة. بصوا متماسك اهو، طلع معايا، شايفين؟ بس مش عامل كورة، صح؟ لازم انا اقعد اشكله، ما بيحافظش على شكله قوي. ده معناه ان انا قربت ايه
ما وصلتش ولكن قربت. فشايفين السكر الثانية بتفرق فعلا في نجاحه أو فشله، كل الحاجات اللي بالسكر، وطبعا حلاوة المولد كلها بالسكر. فاحنا واقفين كده مركزين، عينينا في وسط راسنا، مش ماسكين التليفون، مش مشغولين مع حد، مش بنتفرج على حاجة في التلفزيون، مش بنعمل 100 حاجة في نفس الوقت، لا مدين الموضوع اهتمامه ووقته، عشان ده الفاصل ما بين نجاح وفشل. أنا محتاجة إن كورة السكر اللي تنزل في الكوباية تبقى ماسكة نفسها شوية. أجرب تاني، كل شوية كده أخد نقطة. وأجرب. إيه الأخبار؟ آه بدأت تلم كويس. آه لا ده كده خلاص تمام أهو، بصوا أقدر أشكلها الشكل اللي أنا عايزاه وهتثبت عليه. عملت كورة أهو، شايفينها على إيدي؟ يلا ما دام وصلنا للمرحلة دي يبقى على طول السمسم ينزل. هقلبه واخد تليفون وانا شغالة. الو الو الو، ايوه انا معاكي حبيبتي. اهلا بيكي يا حبيبتي، انا معاكي. ايوه صباح الخير يا سارة، ازيك؟ صباح الفل، ازاي حضرتك حبيبتي، اخبارك ايه؟ كله زي الفل. بصي حبيبتي، اولا تسلم ايديكي على كل اللي بتعمليه. تسلمي يا رب. انا عايزه اعرف اجيب منين عسل الجلوكوز ده، اوكي، وازاي اطلع السمسميه دي طريه شويه، ما تبقاش ازاي تطلعي ايه؟ اطلع السمسميه دي طريه شويه وانا باكلها، ما تبقاش ناشفه متحجره. ما هي لو طريه هتقطعيها ازاي وهتتماسك ازاي؟ اه بس ما تبقاش جامده زي الفوليه وزي الحاجات دي. لا لا بالعكس، ده لازم تبقى زيه وهتلزق في سنانك تلزيقه رهيبه لو السكر طري. فالسمسميه حبوبها صغيره خالص، ده سمسم، فهيمسك في بعضه ازاي لو احنا مش مجمدينه كويس؟ هي لازم تكون مقرمشه كمان لما تيجي تاكليها. والاهم من كل ده ان السكر لما بيكون مش مستوي بيلزق في السنان تلزيقه وحشه قوي. فكل الحاجات دي بتستدعي ان احنا نسوي السمسميه كويس. عندنا كذا طريقه، عندنا يا نقطع يا اما نجيب كده. وطبعا ده مش معناه انها تبقى ناشفه لدرجه انها تكسر لي سناني، يعني لو حضرتك مشيتي على طريقه الكره اللينه اللي احنا عملناها دي هتظبط معاكي جدا. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا عندي الصواني الالومنيوم دي، قوالب كده، بحط شويه زيت وبفرد او بدهن بالشكل ده، وباجي اخد من السمسم اللي انا قلبته. انا ما حطيتش ميه ورد، اللي حابب طبعا يحط يحط. هعمل كده، هجيب معلقه تانية بعد اذنكم ثواني، وهجيب كوب عياري احط فيه برضو شويه زيت عشان هحتاج كتير بقى. انا زيت اعرف احط فيه المعلقه. هعمل ايه؟ هحط المعلقه بتاعتي في الزيت عشان مفيش حاجه تلزق فيها، وابدا انزل. شايفين لينه لحد دلوقتي وعارفه اتحكم فيها، وابدا افرد او اوزع بشكل متساوي. طب اضمن منين ان الشكل يطلع بالملي؟ اخد قالب تاني اهو واقوم عامله كده. بصوا طلعت معايا اهي بالظبط، ادي اول واحده. اللي بعده ماشي، نخلي القالب ده اللي ايه نضغط بيه. دهنه الزيت هي هي على الجناب وفي القاعده، ولازم اشتغل بسرعه جدا لان لو السمسم ده برد خلاص مش هعرف اتحكم فيه ولا شكله ولا اي حاجه. طب لو برد هعمل ايه؟ احاول ارجعه على النار يفك مني عشان اعرف اتعامل معاه. وتاخدوا بالكم على ايديكم جدا لان احنا بنتعامل مع سكر وصل لدرجه الغليان، فيعني لسعته مش الطف حاجه خالص. ميه الورد اختياريه، اللي هيحب يحطها يحطها، اللي ما يحبش مش اي مشكله. نوزع توزيع مبدئي،
سمكها بيكون متوسط، لا تخينه قوي ولا رفيعه قوي. ولو لقينا حته كده محتاجه ايه تتزود بنزودها. وبنيجي بعد كده بالصاج التاني. بصوا عشان ما دهنتوش زيت ايه اللي حصل اهو. كويس، شوفوا الغلطه، شفتوا ايه اللي بيحصل لما ما بدهنش زيت؟ عشان كده بندهن زيت. ننزلها تاني، طبعا مفيش اي مشكله هنتعامل مع ده. هننزلها عادي خالص ونرجعها مكانها. طبعا ممكن تتعمل قالب كبير وتتقطع بالمناسبه، بس انا بحس ده يعني شكلها قريب للجاهز اكتر. المعلقه بتاعتي محتاجه شويه زيت عشان اعرف اتعامل هنا. ومحتاجه انزل السمسم اللي عليها بس. هاجي كده هنا ادهن زيت واضغط زي ما عملت المره اللي فاتت. بصوا بقى ما هدهن زيت ايه اللي هيحصل؟ مفيش اي حاجه هتلزق. شايفين؟ مفيش اي حاجه هتلزق ما دام دهنت زيت. اخد كده تاني هنا، انا بملى الفراغات اللي انا شايفه ان هي فاضيه، وهاجي تاني بالصينيه اللي انا مزيتاها واضغط بالشكل ده. بس ظبطت معايا اهي. اي بقى هنتفى هنتفه مفيش مشكله. خدوا بالكم بس انا بشتغل بايدي، ايدي متعوده على الحراره شويه، لكن في البيت انصح حضراتكم انكم تشتغلوا يعني بحاجه، ما تشتغلوش بايديكم مباشره لان هي سخنه. وادي تاني واحده بس. ونفضل نكرر العمليه بالشكل ده كل مره بنزيت ادواتنا لحد يا جماعه ما نخلص كل كميه السمسميه دي. هنعمل فيها ايه؟ عايزين نقدمها برده هي كمان. بصوا ضربه بس، ايه رايكم؟ والنبي ولا اجدع حلواني، لو عملتوا دي في البيت بقى تقعدوا ايه يعني تعايروا بقى البيت كله. السمسم طبعا متحمص من السكر، اللي عايز اغمق من كده، في ناس بتحب السمسم اغمق من كده، اديله تحميصه صغيره قبل ما تحطه في السكر، ما عنديش مانع، ولكن انا شايفه ان كده لون جميل جدا. بصوا عشان دهنا زيت ضربه واحده بتطلعها لنا. ايدي الثانيه السمسميه بتبقى ماسكه نفسها وبرده زجاجيه بس مش محجره قوي زي الفول السوداني، يا اما هتكسر سناني. طيب لنفترض ان انا عايزه اقطعها مش عايزه اخليها كبيره كده، هل ممكن؟ ممكن طبعا، سكينه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هتاخد مني جهد عشان انا سبتها تبرد، كان يعني لو انا عايزه اقطعها اقطعها الافضل وهي سخنه. بس على مين هنقطعها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا ايدي ضعيفه زياده عن اللزوم فالحاجات دي بتاخد مني وقت، معلش. اهي شايفين نقدر نقطعها مثلثات كده صغنطوطه لو احنا عايزين. اي في واحده طارت مني، معلش حصل خير. تاني يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اهي لو احنا عايزين المثلثات دي طبعا يفضل وهي لسه دافيه شويه نقطع. استنوا نشيل اللي وقعت على الارض لا ندوس عليها بالغلط، نعمة ربنا حرام. لو احنا عايزين نقطع اهو نقدر نقطع، ولكن انا الحقيقه بحب اقدمها بالشكل المدور بس براحتكم. نقدم بقى الفوليه السمسميه القمر دي. انا في فستق بعته الطحن ما جاليش يا ولاد. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ادي السمسميه القمر اللي احنا عاملينها مع بعض، واللي انتوا باذن الله هتعملوها السنه دي في البيت بايديكم. تجنن.